هذا وغادر سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفه النائب الاول لرئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضه مؤسس منظمه خالد بن حمد لفنون القتال المختلطه غادر العاصمه الاردنيه عمان وذلك بعد حضور سموه منافسات بطوله ديزرت فورس 21 التي احتضنتها صاله مدينه الحسين الرياضيه تحت شعار المواجهه بمشاركه 11 دوله عربيه. حيث كان في وداع سموه بمطار ماركا الدولي العقيد الركن مهندس الشيخ خليفه بن عبد الله الخليفه الملحق العسكري البحريني لدى المملكه الاردنيه الهاشميه والسيد محمد احمد زباري القائم باعمال سفاره مملكه البحرين بالمملكه الاردنيه الهاشميه الشقيقه وعدد من كبار المسؤولين بالمملكه الاردنيه الهاشميه.